ينشب تحت الستيج. يا ثواني الباينابل هذه ما اوه تركز على هي نبدا اول كان كانوا اكثر دايه والله هي تقدر تقول تك كاركتر عندها ريفلكتر عندها ايريال كويسه عندها داش اتاك عندها فولو ابس عندها كل اول راوندر بشكل عام يعني هي وروب يمكن فعشان كذا ترى هم اكثر شخصيات تختار لما تشوف البيك ريت اعلى شخصيات هم هذول الاثنين وعشان هذه الاسباب لان الشخصيات تقدر تختار لكن الماتش اب بيخليك تفكر تغير الشخصيه الماتش اب شارت حقتهم ممتازه تقدر تلعبهم بالستايل حقك لانهم إيه. عندهم الاوبشنز كثيره عاد لي هذا اللي انت قاعد تقوله ان فالنتينا تقدر تلعبها باي بلاي ستايل حقك في ناس تحبون تقول الهارد ريد في الهيت بوكس بالبيج سماش حقتها في ناس لا ما تشوف تحس ما عنده سماش باتلز بس يلعبون ايريز يلعبون لو تشوف مثلا ثامر يلعب لك باكير بعدين يروح الدش تاك والاقراب باكير يلعبها مره سيف الحين نشوف مثلا سعيد لا والله قاعد يخش بوجهه قاعد يضرب قاعد حلو والله بعد اول شيء من السيت حلو 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 وين راحت؟ اتوقع بعد ما طقت حلو الاير دوج بالتوكي بدعه مثل هايدن لما تخبط نايس فير يعطيه فير وحلو الاف تل وبهايدن يا اخي فيها تكبر والاسوأ شيء تقدر تسال اي لاعب في الخليج لا تعطي توكي ليد يعني خوي واحبه بس انه مره شيء اللي صار بالليد لا هذا هو المثال رحنا من جيم ايفن راح الليد شوف انت لاعب على راحته الحين عنده كذا ينزل هايدرنت يطلع كذا فاكهه يلا تبغى تقرب ما تبغى ما تبغى رحنا من ايفن جيم طول الوقت الى فجاه شفنا ادفانتج ستيت ما وقفت حلوه هذا الابير حق اوه عشان كان يبغى يكنتر الهايدرن سايد بيم مع الفوت يعني ما عنديش حد فوت جاب حلوه ابل تنير ابير هذه كمبوات صح 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 اري الوحيد فيري سنيكي لا تسوي نورمال كتاب الكل موز حقته شوي لكن يعني على قوة النيوترال حقه الكلز عنده صعبة شوي فكما تحتاج سيت اب تحتاج عشان كذا وتحتاج كوميتمنت عالي فصعبة تسوي كوميت على اخر ستك I'm not sure about the speed.
الفانز حق التوكي ما يبغى بلاتفورمات كثيره. وغير انه بلاتفورمات سماش فيل هو بيغطي ماتشات حقيقيه بالظبط. هل انت متخيل سماش فيل انت كحجمه مختلف فيه صغيره وفي بلاتفورم في النص يقدر ينزل تحتها هذاك؟ يعني اول كانت البانر طبعا كانت ليلى غير هو توكي ما يروح ليلى تعيش طبعا. لا ولانها تخرب تخرب الهايدرنت تخريب. ندخل في الغساله ندخل الغساله بسم الله. 40 الحين هل بيطلع الجاجل كله نفس الناس اللي عندهم الشكل هذا توكن ده مشى اتوقع اوه سوى مثل اللج. اتوقع في سماش اتاك انه يبغى يلقط التوكي وهو جاي عشان يفنش وفيها ويند بوكس تمنع باتمان انه يسوي اشياء شنان اوه غدره غدر كنت نفس الطريقة جاب منها الكل حق الشك الأخير بعد الاشتين مش عارف بسرعة مخبط الهايدر يبي ينزل حسب انه بيسوي داونير يبي يسوي داونير بس قاعد يبي ينزل بالفاتفورم لا في هاي حتى عليك واحد ليد حلوة لإردوجي توكي سايد بيس مويت عليها سايد بيس ثاني يبعد عنها اسم كير حين خلال جيم بيس الوال باكير اعطال سير قصير السماش قلال هاي بس تروف داون تيلز ما فيه فنان يا اخي حلوة البانش دي بيرفكت باري يرجع وراه بس ثرو مدروسة يسمونها educated decisions. educated guesses. الله كيف جميلة. يدك بالبل ويرن. أو نتوي بيني من ميدل هيت حد يسوي بيني من لاست هيت أتوقع بصير بس ماينس فور ما ممكن شخصيات تفنشها. فداش اتاك جدا غريبه والله فريم داتا ماشي مره صح هذا اللي كنت قاعد اقوله في الجيم الاول الاب اير قوي اكلت الهايدرا في معتها ايه اكل هذه تطلق فوق ما يهمها الحين والله يعني احيي اس بي كي هذا الجيم اللي انت حرفيه في البدايه لاحظنا ان اذا انت حروحت في البدايه يفوز توكي بالله روح ما تستكل اول حقك والله هذا ما ادري ايش كل ما انت حروحت يفوز بالماتش روح انزل على طول لوكاريو استرات في الدبل زوبل يا اخي لوكاريو اخر تشوف مانع جاي شد جمال الاسطوره هنا عند الباب عاد هو انا شفت واحد من عيالي يلعب اتمنى عيالي قال سعيد بالذات تجي الحميه يقول شفت سعيد يقول حتى وانا اعلق لازم اسوي كذا بتشوف الحين واقف عند الباب يبي يدخل يسوي كوتشنج يبي يوصل يبي يصارخ عنده يبي يشد المفروض نسمح له يدخل لكن ما يعطي معلومات على اللعبه يجي بس يقول يبي يشجع كيف لاست كاونتر بيك لسه توكي ما عنده لاست كاونتر بيك كان يبغى يسوي لها باك ثرو على مسك التفاحه رائع
شوف توكي الحين تعلم خلطه. يب. هم هذا نط بعد من يسوي التشالنج فيها. باكيرات. حاول يصيده. اوه الافير فازت الاف سؤال. انا ما توقعت تفوز. فازت الاف سؤال وكتلك. هذا ما كان جاهز في الاي. لا لا تروح لا تروح لا تلقى يعني توكي كان يخلي باتمان يشتغل وهو اضعف شخصيه في كاركتر كيف الحين هو فيري فايبل جود كاركتر عشان شوف توكي مسك سماش او داير مكان يعني شكلها الاولى حقت اللعبه كلها كانت اسم توكي فقط لا غير. ما جاء فيصل الفارس للحوت. وليه الحين هو قاعد ينافسنا؟ وهو قاعد يسحق الناس في ستريت فايتر على فكره. اي ما شاء الله تبارك الله. عاد ما شاء الله ستريت فايتر كل حق سماش حولوا وكلهم جابوا توب حتى في زين بيج شوفوا ابو السعود اخوي فيصل فيصل توب 8 كله سماشرز يعني. كله سماشرز شوفوا. لعبة ممتازة الصراحة في تاج الفيلم. ايه جدا حلو هالمرة استنى سبوت دوج فنش عشان تاج الفيلم باك هير داون باك هير داون تلت داون تلت داون تلت فيك اوت وذكروا ما عندك اوه بانش 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 طقه على خلنا ما يموت بس جاي هني نيت الفرق كان يبغى باك اير ما طلعت حط حطها نيت جاي حد يفكر هذا حد يصير الفكر اللي بتاعي اي هلا اورانج نايس بيري بالنيت فايز او رقص طلع على فوق عطى عرضه يلا فبنشه بس انها مالتي هيلث اوكي كيف رجعنا كيف المره الثانيه لاستك ليتس جو ليتس مع الشات ليتس جو تو كي ويست ليتس جو اس بي كي يا اخي اجواء صارت ناشفه دائما لفه ثانيه تو كان في منافسه حاره بين تامر وبين كريمزون مون اوه كان شيء عظيم شايلين الفيديو كله لكن هذا خليه الحين هذه المباراه اهم شوف توكي كانت عنده تو كنترول الستيج لكن خسره الحين سبيكي قاعد يضغط عليه بالباك ايراد حاول يجيب الفيديو كراك اوه يا ربي انتبه 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 غريبة توكي قاعد يروح له وقت يعني انا ما ادري يمكن انا يعني ماني عارف الماتش اب يمكن اذا خلاه بعيد لكن توقعت انه يبغى يسوي سبيسنج اكثر يبغى يسوي زوني هل هو اذا ترك خمسينه بعيده حيتصقع يمكن بالمتر دي حقت كان تقوى بس ايش بكام يعد الزاوية حقت البنت اي واحد في اليابان كان بنش فهمت كله معظم ثواني الباكيت غادرة تذبحها توكي برا ستيج تشجيع قطري برا صراخ ابو مانع والله بعد تشوف وتو ون الحين الاس بي كي اخ يا ست كل واحد اقرب من الثاني ما في شيء كذا يهدي عليك شوي بس انه يلا هذا بيفوز على السنه نبي نبي نسولف نبي نسوي شاوت اوت لا لا ما في ما في لا ما احنا قادرين لا ما في شوف بس كيف وصلت كلوز 100% فوق الوقت وصلت انه اخذها تك كاسوس سو تك حلوه مسعد بس ناقصه 70 دمج يعني بس انا ما مات اذا فكرت بالورث سيتويشن اوه كيف سعيد قاعد يرد عليه اخر 50 دمج
حلو الخير حق الفلوس حق الطحمات مرعبه القراب اسحبك هم قراب لك كذا الفراوله مره كويسه في التشيس على سرعة الرلات تقريبا كذا وما توديك بعيد فيقدر يصيدك اشياء اشياء اوه يا البانش تقعد تطلق تقعد تطلق انا اجيبك باكين حلوه اوه الدوكي صوت الاير دوج صوت الاير دوج ونرجع جيم ايفل اوكي شكل دراب ابسو اخذ قرش محترف السكين ذبح اليوم تنبيح الناس في الاب ايرز اصوات غريبه مره في التسجيل اوه دقيقه هو اللي سوى لك جرق الكون هو اللي سوى لك جرق الكون بتخوف حلو انا كمان العب سبيس انفيترز انا اقدر استخدم المذر شيب اوكي هاي اي اللي قاعد يروح من بدايه اللي تحتوك الحين اللي صار مستكين المنتل كاباسيتي الحين عند اس بي كي اعلى بكثير قاعد ياخذ اوبشنز افضل قاعد يغطي اشياء اكثر باكيت شوف الليدج كاسل سايد بي قاعد يلعب صح دانتل باك ثرو اب اير كان رايح للثرو اتس نوت باد اوبشن اوكي خذ الجابس اب اير نبدا الجابس حلو الاب اير فروت الابير تصيد قاعد الابير تخوف شفت الشور تهب الفنانة والله شفت شلون لعب حول الهايدرنت كذا نط بالبل نط فوق الهايدرنت وعطاه اب اير كان عارف وش جاي وتفاعل معها بالضبط زي ما كان يحتاج قاعد يشوف الصراخ يا اخي امنيتي لو فشل معه برا حتى قلت سواك ال في الجيمرز 8 حق ستريت فايتر يوم حطوا السماعات هذا يشغلون الماء لانك هذا الجو جدا رائع اسمع برا الصراخ كل واحد قاعد يبيح حنجرته كالعاده دوكي ما طلعت الاب سماش بس انا بعد افرق اوكي عادي 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 ما عندك مشكله الحين 160 اي اري بيكسل هذا قاعد يستناه احيانا ممكن دش كلاب تخوف التكشس تخوف بس النير من توشي تطلع من سيتويشن قراها افتلت يرجع للليش يلا شلوش كمان واحد حتى غير الحين اوه الكي بانش عليك بغوز توكي الممثل حقت سبيكي قالت له ريفلكت ريفلكت حتى هو ناط مو بجاي المبتاع اوكي بدا الحين يرجع شوي شوي توكي انت من توكي بالمومنتوم يا عيني على بسماش يلا يا توكي نير سبيكي مو قاعد يخليه يفوز عليه بالاريالز اير تو اير قاعد يفوز فيه سبيكي بطريقه مره حلوه بس الباكير توكي الباكير ثانيه عارف هاي كانت بلاتينا عندها البتر اوبشنز تقدر تغطي تقدر تصير احسن ضربه واحده بالبل هي حراره تجيبها قاعد تسوي الدق الممتاز قاعد يخليه بس ان الباكير طلعه حلوه للهايد الثاني ما خلص يخلص الباكير سبيكي قاعد يستنى غلطات ايضا تجيبه بس في الهايد التصوير في الهايد التصوير تخوف يمه هي البليان مش قصدك الحين باكر طلع برا السايد بي باكر عصبية حقت بلاتينا دي قاعدنا طيب في صح لكن طلع منها راح بعيد توكي دوم سماش بحدش عليها كان بيلقط الهوب من برا سوى قراب بالهواء بس توكي ما قدر يبنشها توكي قاعد يسافر قاعد يخاطر اريا كويسه من اي واحد منهم تذبح يا هو انتهى يا الوضع مفتاح الكي وذ بانش هذا ستريت فايت فهمت وذ بانش على الفاير بول وذ بانش على الفاير بول رمى الكي ترى انخبط السايد بي بس السايد بي جابت سلمت السايد بي بس ان الكي كان طاير له على طول وقتله فلق راس فلتينا والله فلق ورحنا جيم 5 يا عالم هل تبت هل لوزرز نايت لوزر فايز شلون؟ التاسع هو اللي قاعد يتحدد شلون شلون؟ اه قلبي صوت قاعد يروح بي اس 2 ولا؟ طلبة؟
قاعدين يناقشون القوانين حق الستيج عشان في موديفايد دي اس ار عندنا وبيشوفون وش اخر ستيج سوى كاونتر بيك عليه اس بي كي فما يقدر يروح له اللي هو هولباسن. Stay hydrated people. قاعد نشوف كل واحد قاعد يجي عند الباب هنا على الساب كل واحد قاعد يجي يبغى يخش يبغى يشجع يجي قبل شوي جاي فلوت بعدين جاء ثاب كلهم يعززون عزغلي قبل شوي تشوف طالع رايح يعزز السيد ماسكين نفسهم مو قادرين يبغون يجون كلهم قدام البروجيكتور هناك برا في بروجيكتور كبير قاعدين يتفرجون عليه شو اسمه ستريم وقاعدين يسمعون التعليق وقاعد تسمع صراخ كل واحد كالعاده مو معروف بعد زبط نايت كان يموت سبسكريبشن الله يعصاني حليب بالزنجبيل حليب بالزنجبيل ضروري اوكي فنبدا الجيم الحين اللي تحلو عند ستيج صغير فلوس مو بكثير هذا اصعب ستيج بالمباراه وهذا الكاونتر ستيج حق اس بي كي شكله مضبوط مع ستيج لطيف ما فيه ذاك اللي ذات ديزفانتج وعيني على الجاج المرة سهل صبر شوي وعطاها بتلت اوه هذي تخلط شو تلت صار هذي عظيمة توقع تنكسر الشيلد فيها كان يلقط الهايدرو الدفة فتوقع انه بينط وبيلقطها بسايد سماش والحين حتى البسنت مرة كلوت يدعلج اخلط بالابي والاوبشن حقه ما كان بس كان مسوي دي اي يسار لنا هذا طبيعي لان من هناك بتضرب انت يا الله كريد ما كان صالحة حاول سوي تشكل اب سماش بس انه بس تشيل دمدام نايس توماهوك من السبيكر بس انا ما لا الريج عالي ما قدر يدخله بالخلاط اوه ما بقى عايش ما بقى يرجود حلو النيت شابله في الليج ورجع كيف فنان عطيه 1 2 ليتس جو حلوة البتل للحين ما تقتل 183 هل تكلمت عنه عن الكل أبتلت؟ أوكي أنا شو اسمه الكل أوبشن حقت باكمان كان دلاجي تستخدمه من اللي قدر هذا دي آي غلط وكمان عشان البرسنتج العالي مرة 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 دي آي غلط ملك أوكي جاي بس من الليل هذا عليها 66 للحين اللي يدعي ديش بيكير بتاخذ إنت شوي بس توكي بدل يا عيني على التكشيس يا توكي ابي 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 اوه وراك قبل اخير الحين نايس بيري على الجاب ما راح سوي هذا سوي صح لكن خطوه زياده بس شو اسمه السبيكي ما يخليها تغلط غلطه واحد عليك ياك خلاص اخذ الادفانتج وقام يعذبه توكي توكي بعد عن كل اوبشن انا حاب مره الريدز اللي قاعد يسويها اس بي كي يعني شوي ريسكي لكنها حلوه ثاني شيء قاعده تزج الرعب والله العظيم خوف اوي 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 شوي شوي وما خلا هذه ما في ماتس حلوة الباك ثرو تسلل وراه بكل هدوء نسمع الون مور ستوب شات حلو الابديمنت اوكي اوكي كومبو اوبشن ليتس جو نزله في الغسالة ونظف اوكي قاعدين نسمع تشانس قوية جدا بس الحين تو كيف جاب البل هذا الستوك الاخير في هذا الماتش واحد منهم بيطلع الحين من البطوله ما طلع الاوبشن تسمع صراخ اسطوري برضه من الجماهير اللي اسمه دول قاعد يتفرج من الليفت تلت اس بي كي عند الليد ممكن الحين باك اند تكتب لاحظ انه يكسر سبوت دوجز قاعد يعطيه تلت قرمال قلقه غلط فانش على هذه نبدا ابي اب تلت جاجل يستناها صح بس يا الله يا البوزيشن حق الاوبسن قاعد تضرب قاعد يسوي ريل صح بس انه قاعد تخونه حلوه الفين توكي شفت هذا الشارت اب حق توكي نزل فيها الهايدرا كل شوي يحاول يصيدها اس بي كي بالاب سماش المفاجئ اللي يسويها اوكي الحين الوضع يخوف توكي باكير تذبح اوه نايس استنى في اوبشنات كثيره مدمره انتبه من البل انتبه من البل ما جابه نايس مسك البرتقاله وانت مربه فيها
ما اقدر امسكها مره ثانيه. نايس ريكفري، انتبه من الاوبشن، احاول يقرا الجمب، قراها صح وابعد عنها. ابير ما جت استلت، ابعد عنها. عنده ابير ما جت. ابير اوه المويه حرقتني. يا هايدرن توقف. هايدرن وصلنا لين الحين. بسجل بدش يسجل من توكي. انت شفت طاوله بالمهير نطقون.